الله أكبر. أيها المؤمنون الأماجد، توجهوا إلى الله تعالى بأكف الخشوع والذراعة، عسى أن تكون ساعتنا هذه هي ساعة الإجابة. اللهم يا صاحب العظمة والجلال، اللهم يا صاحب القدرة والنوال، سبحانك اللهم فأنت المتوحد باستحقاق نعوت الكمال، سبحانك فأنت المنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال، سبحانك فأنت الذي تصدعت من خشيتك صم الجبال. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا رافع السماء بغير عمد، يا باسط الأرض على الماء فجمد، يا من خلق الخلق وأحصاهم عددا، يا من قسم الرزق ولم ينس أحدا. اللهم اغفر لنا ما علمته وجهلناه، وما أحصيته ونسيناه، ولا تدع لنا في مقامنا هذا أملا إلا بلغتناه، ولا خيرا إلا أعطيتناه، ولا شرا إلا كفيتناه. يا خير من عول عليه عبده فكفاه، يا جابر القلوب المنكسرة، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، نسألك القبول لصلاتنا، والقبول لصيامنا، والقبول لقيامنا، والقبول لزكاتنا، والقبول لدعائنا، والعتق لرقابنا من النيران، والرفعة لمنزلتنا ودرجاتنا في الجنان، وما فيها من الخيرات الحسان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت اللهم بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا رب لا تجعله آخر العهد برمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وسنين مديدة، وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين. يا رب إن كنت أعتقت رقابنا من النيران فالفضل منك وإليه، وإن لم يكن ذلك فها نحن في صعيدنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نعوذ بنورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن نرد في صعيدنا هذا يا أرحم الراحمين. اللهم اشملنا برحمتك، واشملنا بعفوك، واشملنا بجودك، واشملنا بكرمك. يا رب تقبل صيامنا، يا رب تقبل دعاءنا، يا رب تقبل نفقاتنا، يا رب تقبل أذكارنا، يا رب ارحم ضعفنا، يا رب تولى أمرنا، يا رب أحسن خلاصنا، يا رب اجعل إليك معادنا ومآلنا وأنت راض عنا. يا رب أمرتنا بالصيام فصمنا فضلا منك علينا لا فضلا منا عليك، وأمرتنا بالقيام فقمنا منا منك علينا لا منا منا عليك. اللهم فهل قبلت صيامنا يا أرحم الراحمين؟ وهل قبلت قيامنا يا أكرم الأكرمين؟ وهل قبلت زكاتنا يا من الفضل منك وإليك؟ اللهم لا تردنا خائبين، يا من لا ترد من دعاك، يا من لا تخيب من رجاك، يا رجاءنا ويا إلهنا ويا ملاذنا يا مغيثنا. أغث المؤمنين، اللهم أغث المؤمنين، اللهم احقن دماء المسلمين. يا رب آمنا في وطننا، اجعل بلدنا تونس بلد أمن وأمان وسلم وسلام وخير وبر وإحسان، واجعل ذلك لسائر ديار الإسلام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء اللهم فرد كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمودا. يا رب احفظنا في مواردنا، واحفظنا في اقتصادنا، واحفظنا في ديننا، واحفظنا في أعراضنا، والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب ألف بين إخواننا الليبيين، يا رب احقن دماء إخواننا الليبيين، يا رب اكتم لهم الأمن والأمان والسلم والسلام والتعايش والإحسان، واجعل بيننا وبينهم صلة الإخوان وصلة الأشقاء الرحماء. يا رب رحماك رحماك بأهلنا في سوريا، يا رب رحماك رحماك بأهلنا في سوريا. يا رب احقن دماءهم، يا رب حصن أعراضهم، يا رب اهديهم إلى سبل السلام، يا رب انصر من كان على الحق منهم يا حليم يا منان.
يا رب احقن دماء المسلمين في العراق، يا رب احقن دماء المسلمين في اليمن، يا رب واحد كلمة المسلمين في مصر، يا رب انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم رد عنهم كيد اليهود الغاصبين، اللهم رد عنهم كيد اليهود الغاصبين، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، يا رب شرفنا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، يا من تسمع الدعوات، يا من تسمع الدعوات، يا من تبلغك الزفرات، يا من لا تختلط عندك الأسماع، يا من لا تختلط عندك الحاجات، يا من تميز بين المخلصين وغيرهم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب اشف مرضانا، يا رب ارحم موتانا، يا رب داوي جرحانا، يا رب تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، يا رب اهدي شبابنا، يا رب اهدي شبابنا، يا رب اهدي أبناءنا وبناتنا، يا رب أصلح نساءنا، يا رب ندعوك للغافلين، وندعوك للمعرضين، وندعوك للمفرطين، ندعوك للنائمين في يوم كهذا وفي ساعة كهذا، يا رب حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، يا رب أعدهم إلى حظيرة طاعتك، يا رب نورت وجوهنا بذكرك والسجود بين يديك في رمضان، يا رب عطرت ألسنتنا بذكرك في رمضان، يا رب أقمت أقدامنا ونصبت أقدامنا بالقيام في رمضان، يا رب لا تجعلنا نتولى على أعقابنا وأدبارنا بعد رمضان، ثبتنا على طاعتك بعد رمضان، ثبتنا على ارتياد المساجد بعد رمضان، ثبتنا على الصيام بعد رمضان، ثبتنا على تلاوة القرآن بعد رمضان، يا رب احفظنا ونحن في زمن الفتن، احفظنا يا مولانا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك، واملأ قلوبنا بمحبتك، واكس كياننا بمهابتك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا يا مولانا يوم نلقاك، يا رب ارحم ضعفنا، يا رب ارحم ضعفنا، عبادك الضعفاء خرجوا في صعيدهم هذا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يا رب فلتشملنا رحمتك، يا رب وليشملنا حلمك، يا رب وليشملنا عفوك، اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا رب أنت قلت وأنت أصدق القائلين، أنا عند ظن عبدي بي ونحن لا نظن بك إلا خيرا، نظن بك أنك قد قبلت صيامنا وقد قبلت دعاءنا وقد قبلت قيامنا، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا دائم المعروف، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا حليم يا منان، يا حليم يا منان، يا حليم عند الغضب، يا حليم عند الغضب، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي علمتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، فإنك لا تخلف الميعاد، واعطينا اليوم جوائزنا، ولا نعود إلى رحالنا إلا وقد قبلتنا، وقد عفوت عنا، وقد كتبتنا في ديوان الأبرار، وقد جعلت مآلنا إلى الفردوس الأعلى، يا رحيم، يا رحمن، يا عفو، يا جليل، يا كريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.